اي معكم سبارك لابتك ورح اعمل لكم اليوم مراجعه لثلاث العاب كنت عم بلعبهم باخر فتره. كنت بعدكم اعمل مراجعه لكل وحده منهم لحالها, بس بصراحه ما عم يجينا الوقت وعم ضل مشغولين انا وفيفي بروسبر بتصويرات خارج المكتب وبشغل اللي عنايب قبل المكتب. ثلاث العاب اللي بدي احكي لكم عنها هي توم ريدر, God of War Ascension وكرايسيس 3. حبلش بقى هي وحده بيناتهم اللي هي كرايسيس 3. كرايسيس انا قلت لكم بفكره ماضيه من اليوميات ما كثير بشجع العاب كرايسيس. من اول وحده لعبتها انبسطت فيها انه اوكي شكلها حلو, جرافيكس حلوين كثير, نانو سوت ابيليتيز اوكي اللي هو, بس انا اذا بدي العب لعبه ما بدي العبها بس تحت لي يقولوا لي روح قتل ناس من هون لهون او امشي مرحله من بوينت A لبوينت B, ما بتاثر معي. وحتى لو عم بستعمل اوسن الشيب اللي هو بصراحة سلاح كتير عم يستعملوه بهالفيديو جيمز, توم بريدر, أساسن سكريد, فار كراي 3, كرايسيس 3, فهذه السلاح شكله كتير مهتم وكتير صار مهم بالفيديو جيمز. بسطت فيها شوي, في شوي ستيلث ميشنز, في شوي أكشن, بس بصراحة مش كتير شجعنا عليها سينجل بلاير كامبين. الملتي بلاير وصلني خبر إنه كتير حلو, وخصوصا إنه السيرفر تاعو الإي إيه كتير قوية. فإذا أنتم بتحبوا ألعاب الملتي بلاير شكله الناس بينصحوكم تلعبوا كرايسيس 3 ومش بلاك أوبس 2, لأنه السيرفر تاعو بلاك أوبس 2 بيضلوا يا عاجقين يا ما كتير قوية مثل السيرفر تاعو الإي إيه. فأنا بصراحة يعني ما كتير قدرت أتقدم فيها كتير للعبة. حلوة بتسلي مثل ما قلت, جرافيكس بس إنه وقفونا عندها. Moving on, God of War Ascension. God of War Ascension بمختصر بسيط هي تكملة قصة God of War, بس بدل ما تكون مثل سيكول هي بريكول للألعاب تعول God of War لحتى نكتشف شو صار معه وصولا لمرحلته مع خناقه مع الآلهة كلياتها. يعني God of War Ascension هي سادس لعبة بألعاب God of War, وبصراحة بتأمل تكون آخر وحدة. شكلهم سوني تعبوا منها لهالفرانشايز, ما بقى في شيء جديد عم يدقل عنها, القصة منا مهمة أبدا, وصرتوا بس كمان هاكن سلاش إضافية. ما بقى في هذا الإحساس شو بدي أقولكم, هذا الإحساس الملحمة تاع إنه والله أنتوا كريتوس وعم تمشوا ضد الآلهة كلياتها وعم تتخانقوا وعم تعملوا سحر شمال يمين. صار بس روحوا من مرحلة لمرحلة وقتلوا وقت قد ما فيكم ومش الحال. ما بقى في حتى أسلحة تانية, صار بس تستعملوا أنتوا البلايز الفاتينة أو اللي يمكن الإنفينيتي بلايز اسمه ما عم بتذكر يعني, لا أكيد مش كايوس بلايز, سوري كايوس بلايز. وبعدين هون الكايوس بلايز بتعملوا لهم أبجريد, يصيروا أبيلتيز إضافية, بتكون يصير يعملوا عندهم فريزنج كابابيلتيز, لايتنج كابابيلتيز, أندر كابابيلتيز. إذا بدكم كل واحد منكم تعطيكم بوتنشال, إذا بدكم أو تعملكم قصص إضافية مثل واحد منهم تعطيكم هيلث, واحد منكم تعطيكم مثلا أوربز لحتى يزيدوا لكم السحر, واحد منكم بيعلي لكم ريج ميتر. أنتم بتعملوا أي سلاح بدكم تستعملوه, بس ما بقى في تعملوا سويتشينج بالكومبو سيستم اللي كان موجود بجود فورز قبل. يعني مثلا والله انا بدي استعمل البانشينج بتاع ذكر ذا جود فور 3, كان في سلاح اللاين فيست سوري اللي بيعمل فيهم بانشينج, كان في اعمل ضرب ضربتين بعدين كمل بالبليز دمر فيهم. كان في شويه كومبو سيستم احلى بكتير. هلا صارت لعبه كتير باهته بتسلي, بس يعني كانه ركزوا على الملتي بلاير ونسوا يركزوا على السنجل بلاير. الملتي بلاير انا لعبته خلال البيتا تيستينج اللي كان للبلاي ستيشن بلس ممبرز على بلاي ستيشن نتورك. بيصلي بتنقوا انتم الاورينتيشن تاعكم, اذا بدكم انتم زوس يكون الالهه تاعكم او هيديز او بوسايدون, وكل واحد منهم بيعطيكم ابيليتيز حسب ما انتم مع مين انتم واقفين. والملتي بلاير هو بصراحه يعني كانه عم تلعبوا جاد اوف وور, بس عم تلعبوا جاد اوف وور مع غيركم, يعني مش كواب. مثل كأنه اعتبره كأنه كريتوس, خمسة كريتوس عم يتخانقوا مع بعض. هذه في الملتي بلاير بتسلي, بس انا كنت بوقع قصص اكتر بكتير من God of War Ascension. والظاهر هلأ وصل لمرحلة اللي بسموه بالانجليزي stalemate, ما بقى في شيء بيقدروا يقولوا لكم عنها للقصة, ما بقى في شيء يشجعكم انتم للجيمرز لتلعبوها للعبة. انا برأيي يا لازم يوقفوا للفرانشايز هلأ او ياخدوا منه استراحة وما يرجعوا غلابة ليكون في قصة اضافية بدهم يخبروكم عنها للعبة. بس مثل ما هي هلأ للأسف ما بشجعكم كتير فيها. بعرف انه في كتير منكم عم بيلعبوها ومبسوط فيها, بس انا بصراحة متوقع قصص اكتر بكتير من هيك. ثالث لعبة وللأسف اللي هي توم ريدر, وأنا ما بقول للأسف لأنه اللعبة منها حلوة, لأنه اللعبة هي بتاخد العقل, إكسبيرينس كتير حلوة, كملت الإحساس كلياته اللي عندي أنا من شان الأكشن أدفنتشر جيمز. مع أنه أنشارتد تعلم من توم ريدر, هلأ توم ريدر عم تتعلم من أنشارتد, بس عم تاخد كل شيء تعلمته على مرحلة تانية بالمرة. وهلأ نايثن دريك اللي هو بطل أنشارتد بعتقد صار عنده كومبيتر كتير قوي بلارا كروفت. للأسف أنا بلشت عم بقولكم للأسف لأنه بعد لهلأ ما استلمت النسخة العربية, وما بعتقد رح استلمها أي وقت قريبا لحتى أعمل لكم المراجعة الكاملة اللي فيها النسخة العربية. بس خليني أقولكم أنه
ما بيأثر أي لغة عم تلعبوها فيها إن كان باللغة العربية أو لا، اللعبة كتير حلوة، واللي بعد لهلأ منه اللعبة بنصحكم تروحوا تجيبوها هلأ وتلعبوها، وخاصة إذا فيكم تجيبوها هلأ. أنا عملت مراجعة على لعبة بلاي ستيشن بس رجعت لعبتها على البي سي، وبصراحة إذا أنتم فيكم تجيبوا نسخة البي سي بنصحكم فيها كتير، إذا البي سي تاعكم أكيد بتحمل، وإذا عندكم فيديو كارد AMD. صحيح إنه بلش كان في مشاكل أول شيء لونش، اللي عنده اللي عنده فيديو كارد انفيديا اللعبة ما كان عم يمشي حالها، نزلوا له باتش وهلا عم بيقولوا انه شوي شوي صار بيقدر يمشي الحال، بس هو بصراحة اللعبة عملت مع AMD وشركة AMD اشتغلت مع كريستال داينامكس وسكوير اينكس على اللعبة، فأكيد اوبتيمال ريزلتس بيكون إذا عندكم فيديو كارد AMD. لعبة بشجعكم فيها كتير، ادفنتشر كتير حلوة، بتخلص معكم بحوالي الشيء يمكن 18 ساعة تقريبا هيك شيء إذا كتير بتاخذوا وقتكم فيها، عالم كتير حلو، وحتى بعد ما تخلصوها للعبة هتلاقوا حالكم عم ترجعوا مرة تاني لحتلة تكتشفوا العالم كله والجزيرة اللي انتوا عليها بدون ما يكون في حدا لحتلة تتحدوه، فتخلصوا كل السايد مش تسعوكم، تخلصوا كل البازلز، تعملوا ريدينج لكل التومز اللي ما عملتوها بالسنجل بلاير انتوا عم تلعبوها. المالتي بلاير اللي فيها كمان بيكون في عندكم مثل داث ماتشز بدكم على ناس انشارتد 3، بعتقد يمكن حتى كان في بانشارتد 2، اللي منكم كان لعبهم حيعرف شو نسق المالتي بلاير اللي فيها فري فور اول، او مثلا في عندكم كابتشر ذا فلاج هول القصص كلياتها. انا مثل ما انا معودكم انا ما بلعب مالتي بلاير جيمز، بعملكم بس ريسيرش عليها وبخبركم عنها، في بس خبركم على السنجل بلاير كامبين تاعها، وتوم ريدر من اهم الالعاب اللي نازله هاي السنه، وحتى في ناس عم سموها افضل لعبه نازله هالسنه، وبعد بعدنا باول فتره من السنه يعني حتى بثالث شهر. فاذا انا بدي انصحكم بواحد من هالثلاث العاب اذا انتم بدكم تجيبوها، هذا زمان انتم جبتوها كلياتها توم ريدر، انسوا الباقيين غير اذا بدكم تعملوا شيء، لانه اثنيناتهم جينيريك، جود اوف وور وكرايسيس 3 اثنيناتهم جينيريك جيمز ما بيقدموا لكم شيء جديد، بس عم يستعملوا على كل شيء كنتم معودين عليه بالجيمز اللي قبل عم يستعملوه مره ثانيه وعم بيعطوكم اياه كفول اكشن. فشكرا لان سمعتوا لي، بتمنى انه اقدر اعمل لكم هلا مراجعات تصير اكثر كي ركزوا كلنا عليها. في عندي مراجعه على ديد سبيس كنت مصوره واخيرا رح نزلها هلا، مع انه كمان تاخرت فيها كتير، بس خلص احسن نزلها من انه ما نزلها ابدا. خليكم عم تتابعونا على ريجن 2، بتمنى لكم نهار سعيد.